زول لو مرق الشارع لقى زول ماسك ابوه ودق بال واطه يمسك في ابوه دق بال واطه بيخليه بيمشي زاي قول مالي ومال الناس ولا بيملى يده وبيجيها الزول اللي بيشاكل في ابوه ده انت زول بيسيئ لي الله سبحانه وتعالى بتخليه زاي ينبز الله الخلق الكون تخليه ساي يشيلوا حق الله يا اخي كتاب يا اخي بتاع الطبقات قالوا فيه صفحة 116 ديل الصوفية اعداء الله تعالى بملء الفيل والله والناس ديل نبغضن وكما نتقرب الى الله بالحب في الله نتقرب اليه بالبغض في الله سبحانه وتعالى نبغض الصوفية والاخوان المسلمين وجماعة التبليغ والحزبيين بشتى انواعهم ديانة لله تعالى ناس يا اخي مرض ناس الدين ما بهمهم دين الله ما بهمهم عشان واحد ياكل ويشرب ويغش النساوين يبيع الدين كله والله الذي لا اله الا غيره دارين يضيعوا الشباب ويضيعوا الامه نخليهم نقعد نتفرج والله ما نخليك شفت نكشفك ونبين حالك للراي العام عشان الناس دي تبقى احرار دجالين يا اخي ركن واحد ساوي له اوضه وبخور فكيف بابلي نحن شفت نردمك كذا لما قلبك يقيف بابلي وانا بجيب الرائحه والشيخ ذاته رايح ما عارف الدرب بيوصل لله الله ما عارفه كله هوس وبتاع مرض معلقين حجابات تفتح الحجاب يقول لك من القران تقول له ده حجاب شنو يقول لك محبه ذول داري يحب لبيت داري لخبط معاه بتقرب بالقران قران نزلوا له ده ذول دار البيت يقرب منها ويغشها قالوا يا سوزو كيف اصبحتي تمام يا حمودي ديل باقي لك يلبسوا حجاب عشان يقربون للشر ومن القران من كلام الله سبحانه وتعالى القران جل الهدى ولا للضلال قال تعالى انا يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا دين الله تاباو تعكر مزاجنا يا اخي غضب يا اخي والله بقينا خايفين من عذاب الله والله انا بركب العربيه بقول هسي يمكن تنزل حاجه هسي تاخذ كراك تلقى بيت متبرجه بجاي تاخذ البيت مشغلين مسلسل تمشي الحلاق يقرب يقطع عليك اذانك من الرقصه اوك صرف النظر عني طيب ما تشوف لك موضوع ثاني وتتصرفوا يلا تشوف لك موضوع تمشي تشرب عصير تلقى العطاله شغالين برضه اوك اشكيك لرب الكون تشكيه مالك معاه تشكيه ليه تمشي بغادي دار برضه دار تشتري لك قش تلقى بتاع القش متعلق سماعه عصيان الله سبحانه وتعالى وشفت شوالات بتاعت معاصي شغاله ترفع الى الله سبحانه وتعالى وهو حليم وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا يا انا هسي مشيت السامراء وسدي الدروشاب البيت جاي الدكان بيت يمكن في ثانيه سنه ولا ثالثه بيت شابه ذات بيت مبهدله شكله ما اعرف الناس ذات اي شيء بقى يعجبون لخبطه ساي الولد جنبه ماشي وراه هو يشاغل فيها قالت لي انت ماسوره ساي لما انا تكيفت ذاته اديه طوالي والى اخره والله الذي لا اله غيره ما تكلم لي في موضوع مهم كيفوني كونه ردمته قالت لي انت ماسوره ساي ودي من نفسي بتردم في كم شيء الزواج عشان تشوف الحاصل يا كله لخبطه يا اخ والله يحيرونه ذاته تركب الحافله تلقاهم يتونسوا وتشمشموا زي الغنم يقربوا من بعض تشمشموا والله الذي لا اله غيره يا اخي معقوله يا اخي بلاوي يا اخي ناس يا اخي ومصائب ثقيله جدا تمشي اي محل تمشي الجامعات تقول ديل بيقروا يقروا وين ها وديل ملخبطيننا يا اخي مشينا بورسودان يا اخي لقينا الاولاد محننين في التخريج محننين اي واحد ما ادي يده للبيت وتحنن له قلت له انت والله وي انت شغلاتكم دي ما كويسه كلهم سفهاء والله الذي لا اله غيره فالموضوع ده طويل